احتمالية كمان نشوب صراع داخل هذا الكيان الصغير، داخل هذا الكيان، لان هذا الكيان برضو المحيط بتاعه والداخل فيه في اطياف مختلفة زي ما قلنا كده، في مسلمين، في شيعة، في يعني مسلمين سنة، مسلمين شيعة، مسيحيين. فالتركيبة دي نفسها طيب هل دلوقتي الدفع بيه ده معناه انه بيقدم لنا النموذج البروتوتايب للي بيحصل؟ ده اللي يهمنا، لانه المسألة الكردية مطروحة منذ يعني الحرب العراقية الإيرانية، ثم الحرب الخليج الأولى والثانية، يعني مطروحة. لا ده من مطلع الألفية. النموذج ده دلوقتي التسريع بيه، الاستعجال عليه، الوصول إليه، دعم خط برزاني لحد ما يقف على رجليه ويستقل، يطلعوا له طالباني والحكاية تشتغل. الحالة دي، لأن ده بيفكرني بخرائط أخرى رسمت أنها ستستقطع، فهل إحنا رايحين أن العراق تبقى ثلاثة فعلا؟ هل إحنا رايحين أنهم بيقدموا النموذج الفعلي اللي عايزين الدول الإقليم تبقى عليه؟ هو ده النموذج، هو ده النموذج. والعراق هي السيناريو المتقدم عن دول المنطقة، سيبك من تونس هي الرائد والقائد فيما حصل في المنطقة، لا العراق هي النموذج اللي كانت مفروض تقول إليه الأوضاع في كل دول المنطقة. إن أطراف حدودية تفقد الدولة قدرة على السيطرة عليها، تطالب هذه الأطراف بالحكم الذاتي أو بالاستقلال، تضعف سيطرة الدولة وعدم القدرة على فرض قوانينها وشرائحها عليها، فبالتالي تتمكن هذه الأطراف من الاستقلال، وطبقا للطبيعة السكانية الديموغرافية بتاعتها وانتماءاتها المذهبية والعقيدية بتبتدي يحصل نوع من أنواع الخلاف مع الدولة الأكبر، نزاع مستمر، فتفضل هذه الدول في حالة نزاع دائم ومستمر ولا تلتفت إلى المخطط الأكبر اللي شغال على فكرة تحقيق مصلحة دولة إسرائيل العظمى.